باشمهندس رضا، في السابق من سنوات طويله كان في فوضى في مصانع الاعلاف. دلوقتي اظن المساله اتنظمت اكتر وبقى في اعداد اكبر من المصانع تم ترخيصها. اتغيرت لان في قرارات وزاريه منظمه لصناعه الاعلاف والرقابه عليها. قرار الوزاره 1498 لسنه 96 المنظم لصناعه الاعلاف حدد بنود للرقابه على مصانع الاعلاف مع وزاره الزراعه والمركز الاقليمي للاغذيه والاعلاف والاداره العامه لشرطه البيئه والمسطحات ومديريات الزراعه المنتشره في المحافظات. وحدد بنود ماشيين عليها وبنقدر نراقب المصانع لجوده المنتج النهائي. أظن برضو القرارات دي سهلت شوية مسألة إصدار ترخيص جديد؟ القرارات الوزارية سهلت كتير لإصدار الترخيص. كان الأول فيه بعض الحاجات اللي هي اللي بتوقف الشغل. القرارات الوزارية نظمت الموضوع اللي هو كان واقف حال الناس شوية. القرارات الوزارية اللي صدرت في 2017 773 و 1463 نظمت لبعض الناس تقدر تاخد قطعة الأرض وتستلمها ويقدم المستندات عشان ارخص له ويشتغل ويحافظ على المنتج النهائي للعلف. لو انا مواطن وجاي لك لاول مره عايز ترخيص لمصنع اعلاف ايا كان، اعلاف دواجن او اسماك او لحوم حمراء، بالظبط اول حاجه بتطلب مني ايه لغايه ما اوصل لنهايه المطاف؟ يجي المواطن صاحب المصنع او المندوب بتاع الشركه بيتقدم المستندات اللي هي بتقول ان المصنع ده بتاعه، اللي هو سند الملكيه، يكون موثق او عقد الملكيه، السجل التجاري، بطاقه ضريبيه، رخصه التنميه الصناعيه بالاختيار من التنميه الصناعيه، يكون نازل فيها نوع النشاط وعنوان المصنع اللي هو هيشتغل فيه. بيتقدم بنراسل مديريه الزراعه المختصه بالمحافظه اللي هو فيها بخطاب، بينزل بلجنه من عنده بالاشتراك مع الطب البيطري عشان يظهر لي معاينه الامان الحيوي للمصنع. بينزل يعمل معاينه مبدئيه، بيشوف المعدات، بيشوف المصنع، الدكتور البيطري اللي معاه بيشوف الامان الحيوي بتاع المصنع ويعمل رسم كروكي للمصنع ويبعته لنا تاني وزاره الزراعه. بنراجع المعاينه المبدئيه كويس مع المستندات، بنبعته من المركز الاقليمي للاغذيه والاعلاف المختص بتحليل العينات لتحليل العينات من المنتج اللي هو اللي احنا سحبناه، فبيشوف لي نسبه الرماد ونسبه البروتين في العينات. اذا ظهرت بالتجانس يتقدم المواطن بتقديم التسجيلات المختصه بكل نوع علف. ظهرت العينات بغير تجانس بيتم اعاده المعاينه تاني وتجربه التشغيل. طلعت التجانس العينات متجانسه بيقدم تركيبات والتسجيلات بتاعته لقسم التسجيلات للحصول على التسجيله. بعد الحصول على التسجيله بيتقدم المواطن بمدير انتاج للمصنع مهندس نقابي مختص وبقوم باصدار الترخيص، وبعدين كده يشتغل المصنع على طول ان شاء الله. هي العمليه دي بتاخد وقت قد ايه؟ يعني في حدود 15 او 20 يوم. طب قول لي يا باشمهندس، انت ملاحظ انه في السنوات الاخيره زاد عدد طلبات ترخيص مصانع اعلاف؟ ايوه، حسب محتاجات السوق. بقى في سوق، بقى في مزارع دواجن منتشره ومزارع مواشي منتشره في كل حته، وكل وان شاء الله بنرخص كل اي حد بيتقدم بيرخص اي مصنع مقام بنرخصه. انت ملاحظ ان الطلبات اكتر في واجه بحري ولا قبلي؟ الطلبات اكتر في واجه بحري، لان وجه قبلي فيه معظم صناعه الاعلاف هناك دواجن وعلف ماشيه، علف حيوانات. وجه بحري بيزداد عليهم منتج صناعه علف السمك لوجود مزارع منتشره للاسماك في وجه بحري، خصوصا في كفر الشيخ والبحيره بورسعيد الدقهليه. اظن بعد مزارع غليون دلوقتي بقى فيه طلبات مزارع كتير جنبه. بالتاكيد بعد ما اتعمل مصانع بركه غليون بتاع القوات المسلحه انتشر علف الاسماك ومزارع الاسماك كتير حوالينه، وبقت فيه صناعه اسماك مطلوبه هناك في وجه بحري.